فانت عندك في سنه لما وصلت سنه 13 انت كان عندك شعب. لما جاء الرئيس مبارك بعد الرئيس السادات وبعد عاصفه الاغتيال وبالطريقه دي وفي شكوك في التيار الاسلامي بيعمل ايه بالظبط وعمل ايه بالظبط في اغتيال السادات لان هو موجود مسؤول في هذا، لكنه فتح لهم الابواب بشكل مختلف. فتح لهم الابواب بشكل مختلف. لكن عايز اقول لك حاجه، ان الدين بالطبيعه او فكره التدين، انا عاوز افرق بين التدين والدين. فكره التدين بصفه عامه بتتكلمي على المطلق لانه الدين بطبيعته مطلق، واللي بيتكلم عليه بيتكلم بلا حدود. رئيس السادات فتح لتدين يتصوره معقول ويتصوره مفيد ويتصوره مجال للطمأنينة، خصوصا بعد اللي حصل سنة 67 يتصوره هذا. فأنت قدام التدين لما بتبتدي مسألة التدين تبتدي بالمعتدل، لكن ما عندكيش فكرة بتوصلي فين في تنظيم الإخوان المسلمين. طب ما حسن البنا بدأ كدعوة، لكن حسن البنا هو الرجل الذي أنشأ النظام الخاص كأداة ضاربة للدعوة. حسن والنظام الخاص الذي أنت الذي قام باغتيالات كبيرة جدا في العصر الملكي هو نفسه الذي أدى إلى فكرة التكفير سيد قط، لأنه النظام الدعوة النظام الخاص التكفير وسيد قط اللي احنا شفناه في القاعده هو خط سير واحد. اول ما تبتدي بالبدايه وتتجه الى المطلق وتحاول تضيف الى هذا المطلق مش بس المبادئ الاساسيه الموجوده في روح الدين وفي قيمه الدين، لكن تضيف لها كل اللي احنا اضفناه اليها، هتلاقي نفسك واصله الى اخر طريق غصبا عنك. طب احنا هنتكلم على الاخوان ومستقبلهم في الفصل القادم، هنتكلم عليهم. لكن انت جيت بقى فتره مبارك كلها جت وهو الدنيا كلها في فقدان ثقه بكل المراحل، وفي انفتاح لم يحقق اهدافه، وفي حلف مع الاخوان المسلمين قلب الى عكسه، والغتيل الرئيس سادات اللي فتح الباب، وفي علاقات مع امريكا التبست والانقلابات حصلت، والتصور انك عاوزه تاخدي مكان اسرائيل وداكي الى اسرائيل. فانت وصلتي، مبارك وصل والدنيا كلها فيها غليان، وراى انه تهدئه الامور وابقاء الاوضاع على ما هي، وتراكمت اشياء كتير تحت السطح، تراكمت لغايه ما جاء انفجار 25 يناير. 25 يناير انا بعتقد انه هذا هو الفعل الثوري الاول، وانا بعتقد انه هو البدايه، وبعتقد ان احنا ينبغي ان نعرف ان هذا هو البدايه وهذا هو الاساس.